السلام عليكم بنات، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك يومي كيجي هائل فشفش ورائع في المذاق، ما نقول لكمش عليه البنات، نخليكم مع الفيديو ومع المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى يعجبكم هذا الكيك وتجربوه لوليداتكم وتبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والمعارف ديالكم. كنتمنى فعلا يعجبكم، فرجه ممتعه، نخليكم على المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، عندي واحد الكاس ديال الياغورت، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، 3 ديال البيضات، 3 ديال لي ساشي ديال الخميره، واحد ساشي ديال الكاكاو، لو زيست ديال الحامضه، عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق، غادي نخلط السكر سنيده مع البيض. هنا راه لقيت واحد البيضه تبارك الله فيها جوج ملحاح، داكشي علاش ما زدتش الثالثه، واحد الفاني نسيت ما ذكرتوش في المقادير، قبصه ديال الملح، وغادي نخلط هادشي غير ب يعني بالطراب اليدوي، وغادي نضيف عليه الزيت كما كتشوفوا. كنخلط الكل جيدا حتى ينسجموا المقادير. من بعد غادي نضيف الحليب، يعني راه سهله البنات غير بالفوي. غادي نخلطوا الكل، غادي نضيف الحليب وغادي نخلط الكل جيدا مع هذا الياغورت. انا درت هذا الياغورت ديال الفاني، الفاني كيتواتى مع لوزيست ديال الحامض او المذاق ديال الحامض، كيجي هاد الكيك هائل البنات، غير جربوه على ضمانتي. كناخد هاد، انا في الاول خديت 250 غرام ديال الدقيق، من بعد غادي نضيف واحد نص كاس ديال الدقيق، يعني 50 غرام، وفي المجموع عندي 300 غرام ديال الدقيق. غادي نمزج هاد الدقيق مزيان مع الخميره الكيماويه او خميره الحلوه، وغادي نغربلو. خليت داك هذيك القشره ديال الحامض حتى الاخر باش يعني كيبقى داك المذاق ديالها قوي. هاد الكيك كيجي رائع البنات، ويعني اللي مميز فيه انك كديري جوج مذاقات ديال الكيك في مول واحد، بما ان بنتي كيعجبها الشوكولاط وولدي كيعجبو الفاني، اولا كيعجبو هكا الكيك يكون سامبل ما كياكلش الشوكولاط بزاف، فانا كندير لهم بحال هكا هاد الكيك في مول واحد، يعني ما غاديش نبقى كل واحد ندير له كيك ديالو بوحدو اللي كيعجبو. كندير مول واحد وكنجمع فيه المزيج ديال العجينتين، اولا كنفرق هاد العجينه هادي كما غادي تشوفوا معايا. صافي كنخلط الطحين مزيان، كنخلط هاديك 250 غرام ديال الدقيق في مره واحده، ومن بعد غادي نفرق الخليط على زوج. بعد ما غادي نضيف هاد القشره هادي ديال الحامض باش نص ديال العجين داخلو داك الساشي ديال الكاكاو، والنص الاخر غادي نحتفظ به هكاك عادي في اللون ديالو. من بعد ما غادي نضيف كما قلت لكم داك نص كاس ديال الدقيق،
الجزء الثاني غادي نضيفلو كما قلت لكم داك ساشي ديال الكاكاو، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق باش كيجي يعني في ثقل واحد، يعني كيجيو في كنخلط مزيان هاد الكاكاو هدا، هاد الكاكاو ديال الساشي كيطلق واحد المذاق رائع في الكيك، يعني كيكون لوغو ديالو مختلف على ديال العبار، حتى اللون كيكون فيه قوي. دابا جبت المول ديالي من بعد ما دهنتو بالزيت وشوية ديال الدقيق، رشيت عليه شوية دقيق، غادي نخوي المزيج ديال العجينتين ديالي. كما كتشوفوا راه العجين ديال هاد الكيك هذا كيكون سائل يعني خفيف بزاف، ومشى ليا المقطع منين خرجته من الفران البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي، ما كنضيف له حتى شي اضافات، كنقدمه هكا يعني بلا تزيين، هو براسو مزيان راسو، يجي رائع البنات في المذاق وخفيف و يعني حجم عائلي كبير غير بثلاثة البيضات كبيرة. وكنتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم وتقتسموه مع الاحباب والمعارف ديالكم، وتجربوا هذا الكيك لوليداتكم، اسهل منه ما كاين، يعني واخا ما تكونوش ما عمر شي وحده دارت الكيك هذا غادي يصدق معاه من اول تجربه. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد ديالي، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.